لمناقشة قضية الخلافات التي تضرب الأحزاب المكونة للإطار التنسيقي ينضم إلينا عبر سكايب من أمستردام الصحفي والإعلام العراقي مظفر الخميسي. مرحبا بك معنا. مساء الخير أستاذ يونس، عليك وحضرتك والمشاهدين الكرام. حياكم الله أستاذ مظفر. في ظل الخلافات التي تتزايد بين مكونات الإطار التنسيقي، هل تعتقد أن تنجح مساعي السوداني لاسترضاء الخصوم عبر المناصب والامتيازات؟ يعني خلال المئة يوم أو الأكثر من 100 يوم الماضية اللي منذ وصول السوداني إلى سدة الحكم، هو كانت مهمته الوحيدة أنه استرضاء الأطراف المتخاصمة، إرضائهم بالمناصب وبالعقود وبإرضاء ناسهم، إطلاق سراح مجرميهم، طمطمة جرائم فسادهم، كل هذا هو مشغول بها من اليوم الأول لوصوله وإلى حد اليوم. يعني هذا هو ما جاء يعني من اجل هذا المكان. ومن الجانب الاخر الضوضاء الاعلاميه المجانبه للحقيقه. نعم، ماذا بقي للسودان كي يسترضي به خصومه وغيرهم؟ بقى عند المليارات المكدسه بالبنوك العراقيه، بقى عند المناصب، بقى عند المناصب الوهميه، بقى عند اطنان الذهب الموجوده، عند العقود المناقصات الوهميه والمشاريع الوهميه، كلها موجوده هذه على مود يرضي بها الناس اللي يديرون الحكم. اذا هذا الاسترضاء، هذه الريشه السياسيه تكلفتها تعود بالمحصله من اموال الشعب. طبعا هذا كله تكون على حساب الشعب، هذا من دم الشعب. لما الكفاءات ما عندها شغل وما عندها عمل وما عندها لقمه رزق، لما الخريجين ما عندهم تعيين، لما المتقاعدين تقاعداتهم قليله، لما الانسان الفقير ما يلقى لقمه العيش ياكلها، في حين في الجانب الاخر تصرف المليارات على الفاسدين، هذا طبعا على حساب الشعب طبعا. نعم. طيب أستاذ مظفر، توزيع هذه المناصب، إسناد المشاريع، ما تفضلت بالحديث عنه، هل هو كفيل بإبقاء هذا التحالف صامدا في ظل الفساد المستشري، التنافس بين الأحزاب والميليشيات للاستيلاء على مقدرات البلاد، وأداء ضعيف وواضح أنه ضعيف للحكومة؟ أستاذ يونس، هم هذا التحالف هذا موجود منذ اليوم الأول للاحتلال. نعم. منذ اليوم الأول موجود، وان اختلفت التسميات أو الشراكات، يوم يعني يوم يتحالفون يوم يتقارون، هذا التحالف موجود ما دام أمريكا حاميتهم وما دام أمريكا مطيتهم المجال أنه يصولون ويجولون بالبلد، ما يقدمون شيء للناس. الميليشيات تخدم أحزابهم، الميليشيات هدفها إسكات الناس، مطاردة الناس، مطاردة الثوار، قتل المتظاهرين، قتل الإنسان اللي يحكي، مشغولين يصدرون قرارات من أجل إسكات الناس وقمعهم، هذا كله موجود. نعم، كل هذا الموجود، الميليشيات تطمع فيما هو أكثر منه. على سبيل المثال، معهد كارينجي يقول إن نفوذ الميليشيات، خاصة ميليشيا الحشد، زاد مع وصول السوداني لرئاسة الحكومة. السؤال الآن يدور عن مدى تأييدك أو اعتقادك بأن السوداني من الممكن أن يسند ملف الاقتصاد للميليشيات المتطلعة لذلك منذ البداية. هو مجبر وليس مخير. هو مجبر، هو جابوه بهذا المكان من أجل هذا الشيء، مثل ما جابوا السوداني قبله ومثل اللي قبله. هم دائما يجيبون انسان يكون قرقوز، يكون دميه، تمشي امورهم تحت اسم نظام، تحت اسم بواجهه حكوميه، بواجهه نظاميه، حتى تكبر ارصدتهم، تكبر ملياراتهم. بلسانه حيدر العبادي، المجرم حيدر العبادي، لايام الانتخابات قال بعظمه لسانه، موجود تصريحه، قال أباطرة الحشد وزعماء الحشد كبرت أرصدتهم وكبرت أموالهم وكبرت أملاكهم، والحكومات ما تقدر تحاسبهم على الأموال اللي قاعد تزيد عندهم.
المشكله انه هم يتحدثون بعقود ومشاريع، والمشاريع لحد الان شارع واحد ما تبلط، شارع واحد ما تبلط، مجرد واجهه للسرقه، مجرد واجهه للنهب. نعم. طيب في 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 ظل هذا كله، أين يقف التيار الصدري من هذه الخلافات المتزايدة بين مكونات الإطار التنسيقي، ولا سيما أنه في الآونة الأخيرة جرى الحديث عن حراك ما بخصوص التيار، يعني أنه يمكن أن يتحرك باتجاه نوع من المشاركة، نوع من يعني المشاركة السياسية فعلا، لكن لا أحد يعرف كيف. والله استاذ يونس، انا من اليوم الاول على منبركم الكريم اقول انه يعني دائما اردد هذه المقوله، انه التيار الصدري متفق يعني خلف الستار، فوق الستار، تحت العباءه، فوق العباءه، باي وجه متفق مع الاخرين، يعني كل من له دوره، كل من له دوره، وكل من له مصالحه، وكل من له استفادته. التيار الصدري مستفيد من هذا الوضع، التيار الصدري ما حد وصل الى اعوان اللي موجودين بالوزارات والمدراء العامين وكلاء الوزارات وغيره، ما حد وصل لهم، ما حد تعرض لهم. هو لو ما كان مستفيد ما كان يترك ال 74 نائب يتركون البرلمان ويخلون الاطار يصول ويجول ويسن القوانين. لو ليش هم مو يحجون بالسياسه ويعرفون انهم من ينسحبون ويتركون الساحه فارغه، المقابل او الخصم راح يصول ويجول ويسوي اللي يريده. هم المفروض يعرفون هذا الشيء وهم مستفادين من هذا الوضع. نعم، أشكرك جزيلا أستاذ مظفر الخميسي الإعلامي العراقي، كنت معنا عبر سكايب.